السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتي في الله في قناة من طنجي. كنتمنى تكونوا في أتم الصحة والعافية. وصلنا في الحلقة 90 لغتكلموا فيها حول موضوع ألا وهو ميزة جديدة تم إضافتها في منصة ديال الدعم الاجتماعي المباشر. واحد الخاصية أو الميزة تم إضافتها مؤخرا في منصة الدعم الاجتماعي المباشر، وهذه الميزة هذه راه مهمة بزاف لكل الأسر اللي هما كيستافدوا من الدعم الاجتماعي المباشر، اللي هما خذوا الدفعة الأولى وخذوا الدفعة الثانية وخذوا الدفعة الثالثة. فهذه الميزة هذه تم إضافتها مؤخرا في منصة الدعم الاجتماعي المباشر. من خلال هذه الميزة هذه اللي غنذكرها بعد قليل كتحمل لك حساب ديال الدعم الاجتماعي المباشر من اختراق أي شخص. يعني هذه الميزة راه مهمة بزاف، خصك ضروري أنك تعرفها. اذا كل ما عليكم تشاهدوا مع الفيديو الى اخره، ثم مستدرون اعجاب واشتركوا عندي في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما جديد. دابا غتبع مع الفيديو الى اخره. قلنا كاين واحد الميزه اللي هي مهمه بزاف، هذه الميزه هذه هي الدور ديالها انها كتحملك حساب ديالك ديال الدعم الاجتماعي المباشر من اختراق من اي شخص. كيفاش كتحملي حساب الخاص بيا ديال الدعم الاجتماعي المباشر؟ غنمشيو منصه ديال الدعم الاجتماعي المباشر باش نوضحوا واحد النقطه اللي هي مهمه، ومن خلالها غنوريكم ديك الميزه اللي تم اضافتها مؤخرا. كما كتشاهدوا معنا حنا في المنصه ديال الدعم الاجتماعي المباشر اللي هي هذه، اذا بغينا مثلا نشوفوا الدفعه ديالنا واش دازت ولا مازال، او بغينا نشوفوا الحساب ديالنا والمعلومات الخاصه بنا، كيخصنا نمشيو للمنصه ديال الدعم الاجتماعي المباشر. وخصوصا الاسر اللي هما كيعرفوش يدخلوا المنصه ديال الدعم الاجتماعي المباشر، كيمشيو على المستقبل او على المصور او على الفوتوكوبي، كيمشيو عندك الناس هذوك باش كيشوفوا لهم هذوك الاسر واش دازت لهم الدفعه ديالهم او مازال. حيت كاين بعض الاسر اللي هما كيعرفوش يدخلوا المنصه ديال الدعم الاجتماعي المباشر، كيمشيو على المستقبل كما قلنا من خلاله باش هو كيدخل لك المنصه ديال الدعم الاجتماعي المباشر باش كيطلع لك على الدفعه ديالك واش دازت ولا مازال. فمن خلال ما كتمشي على المستقبل او على المصور كتظهر انك خصك تعطيه البطاقه التعريف الوطنيه الخاصه بك. فهذيك البطاقه ديال التعريف الوطنيه منها باش كياخذ المعلومات ديالك، وكذلك كتعطيه المعرف المدني والاجتماعي الخاص بك باش كيدخل لك المنصه ديال الدعم الاجتماعي المباشر. كما كنا سابقا كندخلوا المنصه ديال الدعم الاجتماعي المباشر باش نشوفوا الحساب ديالنا ونشوفوا الدفعه ديالنا. كنمشيو هاد الشريطه، سابقا كانت واحد الدائره كدار هنايا، دابا تم الغاؤها ثم اضافوا هاد الشريطه في المكان هذا، يعني تم التغيير فقط غير المكان هذا. كنحاول ندخلوا هاد الشريطه اللي كتشوف معايا في الشاشه، ثم كنمشيو للفضاء الخاص باللون الاحمر كنحاول نضغط عليها، وهنا كتظهر معك الصفحه هذه فيها فقط كتدخل غير المعرف المدني والاجتماعي الخاص بك، كتدخل هذا الرمز كما هو في الصوره. سابقا كندخلوا هذه الصفحه هذه وكتظهر معنا بهذا الشكل هذا، كندخلوا فيها واش ذكر ولا انثى في الخانه الاولى، كندخلوا في الخانه الثانيه النميرو ديال البطاقه التعريف الوطنيه الخاصه بنا، في الخانه الثالثه كندخلوا فيها المعرف المدني الاجتماعي الخاص بيا، وفي الخانه الرابعه كندخلوا التاريخ الزياد ديالي، وفي الخانه الخامسه كندخلوا هذا الرمز كما هو. دابا هادشي تلغى، مابقاش كيما هو. ولا دابا فيما كتدخل تشوف الدفعه ديالك غدير معاك الصفحه هذه اللي غتعمر فيها جوج ديال الخانات. الخانه الاولى كتدخل المعرف الرقم المدني الاجتماعي الخاص بك في هذا المكان هذا، وفي الخانه الثانيه كتعمر الرمز كيما هو عندك في الصوره. هذا هو التغيير اللي تم اضافته، ولكن كاين واحد الميزه جديده تم اضافته. انا غنحاول نعمر هذه المعلومات هذو ثم نعود اليكم بعد قليل باش نوريكم هذه الميزه شنو هي. ممتاز، بما عملنا رقم المعرف المدني الاجتماعي الخاص بيا، ثم عملنا هذا الرمز كما هو في الصورة، غنحاول نضغط على التأكيد في هذا المكان هذا. مزيان، دابا كتطلع معنا المعلومات الخاصة بنا، فقط كتطلع غير رقم المعرف المدني والاجتماعي الخاص بنا. هنا ملي كتضغط على الدخول مباشرة كيجيك واحد الرمز في الهاتف ديالك اللي هو مكون من 6 أرقام. هذا الرقم اللي تنمشي تجرب به في السجل وسط السكان، تجي تجرب به في السجل اسم موحد، وتجي تجرب به في الدعم الاجتماعي المباشر، من خلال كتجيك به الرسائل ديال عرف هذا الرقم الخاص بك، واش هذا الرقم ديالك خاص بك أو ديال شي واحد آخر. هناك باش كيتأكدوا بأن هذا الرقم هذا هو صاحب هذا الشخص اللي كيعمر المعلومات أو ماشي هو. هنا باش غيتأكدوا كيصادر لك واحد الرمز في الهاتف ديالك. انا غنحاول نضغط على الدخول ثم غتشوفوا معايا شنو غادي يوقع. ممتاز، لاحظوا معايا كتظهر معايا هذه النافذه هذه اللي فيها غندخلوا فيها 6 ارقام اللي هي عباره عن واحد الرقم واحد الرمز غيجيك في الهاتف ديالك. ها هو جاني هذا الرمز، لاحظوا معايا هذا الرمز اللي جاك في الهاتف غتدخلوا كما هو عندك في الصوره، غتدخلوا كما هو عندك في الميسج. هذا هو الجديد اللي كاين في المنصه ديال الدعم الاجتماعي المباشر، عباره عن النافذه هذه اللي هي من خلالها كتحملك الحساب الخاص بك ديال الدعم الاجتماعي المباشر. فمن خلال باش غادي يعرفوا هذا الرقم واش ديالك او بلا ماشي ديالك، شنو كيعملوا؟ كيصادوك الرمز اللي هو مكون من 6 ارقام، تما غيتاكدوا بان واش هذا الرقم ديالك ولا ماشي ديالك. اذا دابا انا غندخل هذا الرقم اللي هو عباره عن 6 ارقام،
ممتاز. بعد ما عملنا هذا الرقم هذا اللي هو صادلنا في الميساج ديالنا في الهاتف ديالنا، شنو كيبقى لي؟ كيبقى لي نضغط على التأكيد. ممتاز. لاحظوا معنا هنا كتظهر معنا المعلومات الخاصه بنا بما فيها رقم البطاقه الوطنيه وكذلك رقم المعرف وكذلك التاريخ الزياد ثم رقم الهاتف الخاص بنا اللي حنا تيجينا به في السجل الوطني السكان، تيجينا به في السجل الاجتماعي الموحد وكذلك الدعم الاجتماعي المباشر وكذلك حتى في التغطيه الصحيه الاجباريه ديال الامر التضامن وكذلك حتى العنوان غتلقى عندكم في هذه الخانه هذه. دابا بغينا نشوفوا الدفعه ديالنا شنو كنعملوا. كنمشيو هذا التسجيل الشريطه في المكان هذا كنضغطوا عليها ثم كتظهر معك المبالغ المدفوعه كنحاول نضغطوا عليها وهنا كيظهر معاك الحساب البنكي الخاص بك اللي هو مفعل باللون الاخضر حتى اذا كان عندك ماشي مفعل او عاد تجيتي في منصه ديال الدعم الاجتماعي المباشر فهنا كتاكد من الحساب البنكي الخاص بك واش مفعل. من خلال هذا الحساب هذا منه باش غتستلم الاموال ديالك في البنك اللي انت فاتح فيه الحساب الخاص بك وكذلك غتلقى الدفعات ديالكم في اسفل الصفحه عبر المبالغ المدفوعه في هذا المكان هذا. وهنا غتلقى عندكم الدفعات كامله اللي تم توصلتوا بها في اشهر اللي جازوا، سواء كنت استلمتي الدفعه الاولى او استلمتي جوج ديال الدفعات او استلمتي ثلاثه ديال الدفعات غتلقاهم عندكم في هذا المكان هذا. اذا كان هذا الفيديو توضيح حول بعض الاسر اللي كيقول لك شنو هو الجديد كيف منصه ديال الدعم الاجتماعي المباشر، الجديد هو كما وضحنا في الصوره هذه هو عباره عن الدرع الواقي للحساب الدعم الاجتماعي الخاص بكم. هذا الدرع الواقي اللي هو عباره عن كيحمل لك الحساب ديالك من اختراق لاي شخص. فمثلا كنا كنمشيو على المسيب باش يدخل باش يشوفنا الدفعه ديالنا واش دازت ولا مازال، خصك ضروري انك تعطي البطاقه التعريف الوطنيه الخاصه بك وكذلك تعطيه المعلومات ديال البطاقه عاد كيدخل لك المنصه ديال الدعم الاجتماعي المباشر. فدابا لا، دابا اذا بغيتي تدخل المنصه ديال الدعم الاجتماعي المباشر ضروري انك خصك تدخل ديك الرمز اللي غيصادر لك في الهاتف ديالك، منو باش كيعرفوا ديك الرقم ديال الهاتف واش هو ديالك او ديال شي واحد اخر. بشنو كيعملوا؟ كيصادر لك الرمز في الهاتف ديالك اللي هو عباره عن ست ارقام. بعد ديك الساعه ملي كتدخل ديك الرمز في هذه المنصه ديال الدعم الاجتماعي المباشر ثم بعد اذن هما كيعطيو اوتوريزاسيون باش تدخل المنصه ديال الدعم الاجتماعي المباشر باش تطلع على الدفعه ديالك وتطلع على المعلومات الخاصه بك. كنتمنى كل واحد يبارطاجي الفيديو مع كل عائلات والاسر اللي كيتسالوا شنو واجد في المنصه ديال الدعم الاجتماعي المباشر والجواب هو كما وضعنا في الفيديو هذا. وفي الختام فضلا وسأمر الله سبحانه وتعالى بالزر والاعجاب والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس لكي يصلكم ان شاء الله كل جديد والى فيديو اخر ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.